راح يكون هناك بعد هذا الحمله تكون حمله خاصه اللي سميناها حمله استكشاف خاصه بالنسبه لشالوتيي، لان كما تعلمون سفن الجياب لشالوتيي عندهم مناطق خاصه للصيد، لابد من استكشاف مناطق جديده لعمليه الصيد. لهذا يعني في اطار الاستراتيجيه تاع القطاع مع وجود هذا النقص الموجود على مستوى الوفرة الاسماك، كان لابد اننا نطوروا كل ما يتعلق بتربيه المائيات وخاصه تربيه المائيات البحريه. السنه هذه قمنا لحد الان باستزراع حوالي 17 مليون يرقه، ومرتقب نفس الرقم راح يكون ان شاء الله في سداسي الثاني من هذه السنه، بمعنى مع نهايه السنه راح يكون استزراع حوالي 34 مليون يرقه، بخاصة سمك الدوراد ولولوي دوراد، سمك القاجوج وسمك ذئب البحر اللي هو مطلوب في يعني في طرف المواطن. وراح يكون تقريبا هذا الاستزراع راح يكون عنده نتائج لحوالي 10,000 طن من ناحية الإنتاج. كل هذا يدخل في إطار استكمال أو تكملة هذا النقص الموجود بالنسبة للصيد البحري. لابد من تطوير تربية المائيات، اولا للوفره، لزياده هذه الوفره والانتاج، ولكن ايضا حتى تكون راحه نوعا ما لقضيه استغلال البحر. في السنوات الاخيره تقريبا تم استنزاف كبير لهذه الثروه.